اصبعك او اصبعك بيعلق، شو يعني؟ تيجي تعمل زي هيك بتلاقي الم بهاي المنطقه واصبعك بصير يعلق، يا اما برجع من حاله يا اما انت بترجع بايدك، سواء هذا الاصبع او الابهام او الاصابع الثانيه ما عدا الصغير، بس هم اكثر شيء منتشر هو الاصبع هذا، الاصبع الثاني والاصبع الرابع. عندك هون مشكله في الوتر، الوتر ماشي بقنوات وتر القابض للاصبع وتهيج المنطقه. طيب شو الحلول؟ الحلول اول شيء عباره عن ادويه سواء مسكنات بعد رؤيتك من الطبيب. ثاني حل اللي هو انا دائما بشوفه بيمشي بنسبه كبيره يعني اللي هو ابره كورتيزون بحيث انها تخفف التهيج، لكن هي في بعض الاحيان ممكن ترجع مره ثانيه تضطر تاخذ ابره كمان مره. الحل النهائي للموضوع هي عمليه بسيطه جدا، تحرير الوتر، فتحه عباره عن اقل من 2 سنتي يتم تحرير فيها الوتر، ترجع الامور تمام 100% وما برجع بعلق مره ثانيه.